في كل مكان في محافظة أبيان تبرز أمامك هذه المناظر التي بقيت شاهدة على أثر الدمار والخراب الذي عاشته المحافظة. مبنى الأمن السياسي الواقع شمال المحافظة، واحداً من أكثر الأماكن استهدافاً خلال فترة الحرب، وفي الشرق من المحافظة يوجد هناك مقر اللواء 115 الذي دارت فيه أعنف المعارك بين المقاومة الشعبية وميليشيا الإنقلاب أثناء محاولتها بسط سيطرتها على كل مدن البلاد. وأثناء سيطرة المسلحين على المحافظة كان هذا المكان مقراً دائماً لهم، وتعرض للكثير من الغارات الجوية التي تسببت في دماره بشكل كلي. لم تكن المنشآت الحكومية والعسكرية وحدها من تعرضت للدمار خلال فترة الحرب، فحتى المباني الخاصة كان لها نصيبها في هذه الحرب. الصورة شاهدة على مدى الخراب الذي شهدته المحافظة خلال حربها الأخيرة مع ميليشيا الحوثي والأخرى مع أنصار الشريعة. لطفي إبراهيم، قناة بلقيس، أبيان.